يقول بارك الله فيكم: عندنا في بلادنا المغرب يقرؤون القرآن جماعة قبل صلاة الجمعة، فهل الصواب أن نحضر للمسجد مبكرين أم نتأخر إلى أن يسكتوا، مع العلم بأنهم لا يسكتون حتى يقرب الأذان؟ لا، البكر وخليك في مكان بعيد من سمع أصواتهم. إذا كان طرف الصف الأول، إذا كان طرف الصف الأول يعني يحصل لك المقصود بأنك ما تسمع، بكر حصل الأجر واعمل على أنك تسلم من سمع أصواتهم في شيء ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يترك الإنسان حتى وإنما يبكر. أحسن الله إليكم.